شكرا سيدي المدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية لابد أن نقدم كلمة شكر للمكتبة العمومية لولاية بومرداس لأنها استقبلتنا لكي نقوم بهذا اليوم الدراسي الخاص بالأدب، أدب البحر في طبعا البحر في الأدب الجزائري. ككلمة حول الموضوع نقول: رافق البحر البشرية طوال تاريخها منذ انبثاق الحياة، وهو الإنسان يحاول أن يجالس البحر سواء بالغوص فيه أو الجلوس إلى شواطئه والتمتع بمياهه الزرقاء. فكان البحر مجالا لتقدم الحضارة الإنسانية، خاصة بعد اختراع الإنسان للسفن، خاصة سفن الصيد، إلى عصور المغامرات والاكتشافات البحرية الكبرى. غزا الإنسان البحر لاكتشاف المجهول وفتح آفاق جديدة وإثراء الحياة البشرية والقضاء على الرتابة أو الإنسانية والعزلة والعمل على التنمية وعوامل الاتصال الإنسانية وتعزيز سيطرته على قوى الطبيعة. وكان الأدب في طليعة الاكتشاف لعوالم البحر وفهمه وتفسيره، فأسهم في تسجيل عالم البحر الجميل المضطرب في الآن نفسه، والتعبير عن تطور علاقة الإنسان بالبحر التي تتراوح بين القوة والضعف. فصاحب ارتياد الإنسان البحار ظهور أدب اصطلح عليه بأدب البحر أو أدب الأدب والبحر، وهو أدب يشكل جزءا أساسيا من تراث البشرية وحضارتها. يتميز هذا النوع من الأدب بالثراء والتنوع وغنى المادة، بل إنه مادة دسمة متعددة الجوانب. ليأتي هذا اليوم الدراسي ليكشف رؤية الأدب كأداة تعبير جمالية للبحر كمخلوق عظيم، فيجتمع الاثنان راميين إلى التأثير في وجدان المتلقي. اختارت له اللجنة المنظمة عنوانا وسم بالبحر في الأدب الجزائري، بهدف الاطلاع على المدونات الإبداعية في موضوعه كما أشار الأستاذ مدير المكتبة، وتنوعت بين الشعر والأدب الأمازيغي والشعر الشعبي. حضور البحر في الأدب الجزائري، تمنيت لو كانت هناك يعني نماذج أكثر، نماذج تشمل المدونة السردية الجزائرية بشكل عام، مثلا أدب الرحلة عند الجزائريين، هناك الكثير من النصوص التي كتبت في أدب الرحلة ونحن نعرفها، سواء أدب الرحلة في المغرب الأوسط مثلا، في لأنها أيضا تعتبر أدبا، أو ما كتبه يعني سواء في فترة الحفصيين أو في الفترة أو في الفترات التاريخية المختلفة الجزائرية، وحتى في الفترة العثمانية كانت هناك كثير من النصوص، رحلة ابن حمدوش، رحلة عباس الناصر، الرحلة الناصرية، هناك كثير مثلا ماء الموائد، أو عنوان بحد ذاته ماء الموائد، رحلة عياشي أظن، رحلة هناك كثير من الرحلات التي كان يمكن أن نقرأ أيضا فيها موضوعة البحر أو موضوع البحر كما قال الأستاذ. أيضا لا أدري، هناك أيضا نصوص أخرى في الرحلة كتبت مثلا في كتبت بالفرنسية، كتبها جزائريون، هناك 5 أو 6 رحلات أيضا كان يمكن مثلا أن يكون للبحر حيز في هذه الرحلات. تمنيت أيضا
يعني ان يكون هناك نصوص اشتغال. انا دائما اتكلم عن المتون لانه نحن قمنا ب يعني يوم دراسي وهو يعتبر خطوه اولى من كفتح باب او كاشاره انه هناك لدينا ادب بحر في نصوص جزائريه مختلفه. النصوص ايضا الادب الجزائري القديم ربما كانت هناك نصوص يعني ربما ما لا ادري النصوص التي سبقت ربما ربما كتبت بلغات اخرى باللاتينيه ربما او يعني هناك ايضا هذا بالنسبه مثلا للرحلات. هناك ايضا الادب الشعبي الذي هو يعني هو فضاء اكثر اتساعا هنا في الجزائر. اتمنى ايضا ان يكون هناك اشتغال على النصوص اكثر وان يكون هناك يعني باحثون اكثر في هذا اليوم الدراسي. اتمنى يعني مستقبلا ان يكون ملتقى وتكون فيه الاشغال على يومين او ثلاثه ايام من اجل احصاء يعني احصاء قدر اكبر من النصوص او محاوله هي كانت محاوله للالمام باهم النصوص التي ساهمت في مدونه يعني كلها يعني ابن فعلا ابن البحر. لو انتقلنا مثلا الى الصحراء سنجد اكبر المدونات التي كتبت عن الكتابه الصحراويه سنجد كتبها اناس اصلا اصولهم وخلفيتهم بدويه. مثلا نقرا مدن الملح او نقرا مثلا النهايات او نقرا كذا اغلب جزء كبير من كتابات مثلا عبد الرحمن منيف. نحن نتكلم عن رجل بدوي نصفه عراقي ونصفه عراقي ونصفه امه عراقيه ووالده بدوي سعودي وعاش جزءا من حياته في عمان ثم بغداد ثم كذا ثم كذا. وبالتالي المكان يلعب ايضا دور. هل تعقيب الاستاذ هل تصوري هو صحيح ولا التصور صحيح ومنطقي. العلاقه بين الابداع والفضاء والمكان في حقيقه المكان والفضاء والفضاء الجغرافي له علاقه وطيده. لا يمكن للمبدع ان ينفلت من محيطه السوسيو ثقافي. نعطيكم مثال بسيط أدب الصحراء مثلا أو المتخيل الصحراوي مثلا الروائي اللي بإبراهيم الكوني نموذج لما يسمى المتخيل الصحراوي فهو من أصول ترقية وعوالم التي كتب فيها إبراهيم الكوني مرتبطة بهذا بالصحراء بالمتخيل الصحراوي. نفس الشيء مرزق بختاش وابن الساحل هو تعاطى مع البحر ليس فقط عاش مع البحر طفولته في مرحلة مراهقته إلى آخره. بمعنى هو ابن في عائلة بحارة حتى ما يسمى ولذلك أشار إلى مسألة مرفوضية البحر المرفوضات المستعملة في روايات هذا منطقي. لا يمكن ان نفصل او ينفصل المبدع عن محيطه السوسيو ثقافي مهما فعل فهو دائما لان هناك ما يسمى ذاكره المكان وذاكره المكان تسكن المبدع وهذا مهم جدا. لا يمكن ان نغفل عن هذا الامر. والان هناك في مساله موضوع اخر موضوع اخرى كما سميته المتطيماتيك ما يسمى الان ما يكتب الان خارج الجزائر مثلا روائيون جزائريون يكتبون في فرنسا. هذا الادب ما يسمى ادب المهجر. هذا الادب هذه الروايه كما نسميها الروايه المهجريه لها خصوصيه تحمل خصوصيه لا نجدها من الادب الداخلي. نعطيكم مثال محمد الدين. الديب ثلاثية معروفة كتبها وهو مرتبط ارتباطا عضويا بالجزائر. ولكن عندما استقر في فرنسا طويلا ثم كتب روايات عندما نقل تلك الروايات نشعر تضاؤل لذلك ذاكرة المكان تتضاءل. نشعر ان محمد الدين بعيد كل البعد عن تحولات المجتمع الجزائري لم يعشها عاشها وجدانيا ولم يعشها فعليا
ولذلك عندما نقرا روايه روايته الاخيره نكتشف حاله اغتراب اغتراب لمحمد يتحدث عن مجتمع انطلاقا من ما تبقى من ذاكرته المكانيه وذاكرته الطفوليه وعندما كان في 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 تلمسان، ولكن لم يستوعب التحولات العميقه التي حدثت في المجتمع الجزائري، هذا حاله انفصال. لذلك المبدع يكتب وهو حامل لهذه ذاكره المكان، وذاكره المكان تفرض نفسها في نصوصه، ولا يمكن بحل الاحوال ان يكتب بعيدا عن هذه الذاكره المكانيه كما سميتها. مادة سائغة لكل المبدعين، وأرى كثير من الكتاب وسواء والشعراء من خاض تجربة الكتابة وصاغ من هذه التيمة تيمة البحر فنا جميلا ربما فاق به من يحاذي البحر ومن هم أقرب على علاقة وثيقة بالبحر. فيمكن أن أقول أن البحر لم يعد ذلك الكائن الذي أجاوره مكانيا، بل أصبح ذلك الذي يجاور روحه، مع أنني لا أنفي ما قاله السيد الكريم أن البيئة لها يعني حضورها في شخص الأديب، ولا يمكن أن ينفلت منها في لفظه وفي معناه وفي صوره وفي تجليات الكتابة لديه. ربما قد تشاطرني، أريد منك رأيا، يعني ماذا يشهر العلي في هذا الجانب؟ يشهر من الكائن المفترض. أنت تتحدث عن الذين لم يعيشوا في هذا في منطقة ساحلية، ولكن هنا سيختلقون ما يسمى الكائن المفترض. يصبح البحر يأخذ منحا رمزيا، ولكن من خلال خلفية معرفية. فهمت القضية؟ بمعنى هناك فرق من الذي يعيش في تلك البيئة، كما مرزاق بقطاش عاش في 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 هذه. نظلم مرزاق بقطاش لو حصرنا أدبه في أنه عبر عن البحر. أنا أرى انه اذا كنا مثلا نقولوا بلي مثلا نجيب محفوظ كتب عن روح القاهره، روح القاهره، لكن بلزاك مثلا كتب عن روح باريس مقلهان روائيه، ربما كاينين اللي يقولوا بلي ان هناك من عرف القاهره من خلال روايه نجيب محفوظ اكثر مما عرفها سائح المد. طبعا فهنا انا اظن انه مرزاق بقطاش أحسن وأفضل وأهم من عبر عن العاصمة، روح العاصمة المدينة الجزائر العاصمة كمدينة، وعبر عن روح المكان، وهذا يقود إلى أن نستعد تسب هوية. الآن حينما نقرأ رواية لمرزاق بقطاش بدون حتى ولو تكون موقعة باسمه ما نعرفوش من صاحبها، فنحن نقرأ المدينة، وبالتالي هوية النص تكتسب أيضا من خلال تعبيره ووفائه للمكان. أنا كنت واحد من جيل الثمانينيات في الشعر، أنا من منطقة صحراوية، لما انتقلنا للعاصمة للدراسة وكشعراء بحثا عن أفق، أصيب الجميع بما سمينا هذاك الوقت صدمة البحر أو صدمة المدينة. هنا تجد نفسك عاجزا عن الكتابة عن المدينة وعن البحر، لأنك أصلا لم تمتلك أدوات ولا تمتلك معرفة للكتابة عنه. كنا هذاك الوقت كان عندنا واحد صديق يسكن في منطقة تيبازا يكتب بعض الأشياء عن البحر فنعجب بها. مثلا كان هذاك الوقت نحفظوا له واحد البيت شعري مثلا من ضمن مجموعة جدي الذي هلك وطعم الملح في فمه، أتى بشباكه الملأى وأهدى للورى السمك. هذه تلخص علاقة الإنسان وربما الأب تاعو أو الجد تاعو الذي كان صيادا فهو مات. أن ينفصل عن ذاته، عن ذاته الخاصة، الإبداع في الحقيقة. ولذلك كثير
نسيت الناقد الامريكي هذا ما قال، قال في الحقيقه الروائي يكتب روايه واحده، رواية واحدة في حياته، ولكن ينشر نصوصا هي في الحقيقة هي رواية واحدة، والشاعر ينظم قصيدة واحدة فقط في حياته، ولكن ينتج انطلاقا من نفس القصيدة محاولا أن هذا شكل أشكال نص واحد والباقي كله هوامش 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 هوام